فيما لا يزال العالم يعيش تحت وطأة وباء كوفيد-19 ويسعى جاهداً لإيجاد علاج له، كابوس جديد أعلنت عنه الصين في منطقة منغوليا الداخلية لمرض الطاعون الدبلي الذي نسي منذ العصور الوسطى. السلطات الطبية الصينية ذكرت أنه تم رصد مريض أصيب بالعدوى بعد تواجده في بؤرة تفشي محتملة للمرض، مشيرة إلى أن المريض يخضع الآن للعلاج والعزل وتم تقييم حالته على أنها مستقرة. وبدورها أعلنت بكين مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدبلي شمال الصين بعد اكتشاف 4 إصابات بالطاعون كان قد تم الإبلاغ عنها في نوفمبر الماضي، محذرة من تحول المرض إلى وباء جديد قد يهدد العالم على غرار كوفيد-19 وإنفلونزا الخنازير. وبحسب رفع مستوى الخطر من الطاعون فإنه يحظر صيد وأكل الحيوانات التي يمكن أن تنقل الطاعون، كما يطلب من الناس الإبلاغ عن أي حالات يشتبه أنها طاعون أو حمى بدون أسباب واضحة. ويعتبر الطاعون الدبلي مرضاً قديماً جداً كان قد أودى بحياة الملايين من البشر في آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما سمي بالموت الأسود بسبب بقع من الدم تصبح سوداء كانت تظهر تحت جلد المصاب.